يا ماما يا ماما العين يا ماما يا ماما. هي دي حماصة، مالك في ايه؟ العربية بتاعتي يا ماما، العربية بتاعتي اللي دول سايبينها لي كتير اتسرقت يا ماما مني. يا نهار اسود، اتسرقت ازاي؟ يلا هو انا مش لسه مكلمك قلت لي ان انت جاي في الطريق؟ ما انا فعلا يا ماما كنت جاي في الطريق، وبعد ما قفلت معاك على طول كملت في وشي، ففجأة يا ماما لقيت الطريق في حجارة كتيرة وما كنتش اعرف اعدي منها، نزلت عشان احوسهم، وبعد ما حوستهم ماما ببص ورايا ما لقيتش العربية بتاعتي واتسرقت. انا عايز العربية. طب اهدى يا حماص، اهدى يا حبيبي، انا هجي هتصرف وهرجعها لك وهعرف مني اللي سرقها وساعتها مش هرحمه. جهز. بقول لك يا جماسه، انا مشيت وراك وسرقت العربيه الجامده دي من اخوك، بس انت عارف امك لو عرفت اللي احنا اللي خدناها هتعمل فينا ايه؟ هي من ناحيه هتعمل كتير يا شامبو وانت عارف، بس الكلام ده لو عرفت واحنا بقى مش هنقول لها حاجه. فهمني بقى زمازة، عشان معلش ما بقاش فاهم حاجة، انت ازاي بتقول مش هتعرفهم وازاي بتقول هترجعها؟ ازاي دي بقى؟ يا ابويا عليك يا زمازة، يا عم افهم وركز معايا بالله عليك، انا كده كده هرجع العربية ومش هاخدها ولا اي حاجة، بس هنصبر شوية وهخليهم يدوروا ويلفوا، وفي الاخر انا هروح مرجع لهم عشان يعملوا لي مكافأة ويجيبوا لي السكوتر والشغل اللي انت عارفه ده. انا كده فهمت يا زمازة. يا ابويا على دماغك دي، انت دماغك دي بص عليا انها ما تتكلم. عيب عليك يا شامبو، دي دماغ متكلفه. وبعدين يا حيوان انزل من على العربيه اللي انت بتعمله فيها دي، لا تكسرها والخطط اللي احنا بنعملها كلها هتبوظ، وان الحاب يا دول اسود ونتعلق انا وانت. انزل يلا. ما تقلقش يا زمازه، دي باين عليها جامده ومتينه. بص كمان الحركه دي. يس في روح يا بابا. يلا يا زمازه. هو والله قلت يا ماما. ايه ده؟ ده حماص جه على رجلك ليه يا حماص؟ امال فين العربيه الجديده؟ وديتها فين يا ولد؟ ما انت سرقتها، قول لي وديت فين العربيه لافرج عليك ام لا اله الا الله. عربيتي يا ولية، انا مش فاهم حاجه. على فكره بقى، انا قلت لماما كل اللي هتقول لنا ان انت خدت العربيه من ولايه وانا كنت في المدرسه وقلتها للعيال. بصراحه حصل، بس انا قلت له والله ما هكررها تاني. لا ما انت ما شاء الله ما كررتهاش تاني، بس سرقتها منه يا حرامي. قول لي وديتها فين؟ لا الشبشب ده انزله على دماغك. شبشب؟ والله العظيم ما اعرف حاجه يا ولية، اقسم بالله ما خدت حاجه. ولا يا حماصه، الراجل ده مش هو اللي خد العربيه، عشان لو كان خدها الشبشب ده ساحر، كان هيعترف على طول وهيخاف من الشبشب. امال مين يا ماما اللي خدها؟ ما اعرفش بقى يا حماصه، انت شاكك في حد تاني؟ لا يا ماما مفيش حد تاني، هو كان الله قلت بس. طب على فكره بقى، انا ممكن اساعدكم. تساعدنا ازاي؟ انا اعرف واحد بيسرح العيال، قول لهم بيسرقوا كده ويعني، وبيحبني حب بيموت فيا، بيحبني، ولو رحنا له مش هيتاخر عليا، ولو هم اللي سارقينها صحيح هيجيبها لكم من غير ما ياخد منكم ولا جنيه كمان، وهيديكم العربيه، قلت لكم بيحبني. بجد؟ بجد يا حماصه، عشان تصدق بس ان انا ما خدتش حاجه. طب ما يلا بينا، احنا مستنين ايه؟ لا معلش اسبقوا انتوا، انا لسه العيال بتاع فتره مسائيه هيطلعوا كمان شويه، والفراش اللي بعدي هيجي يستلم مني وبعديها ابقى اجي لكم. خلاص ماشي، وانا مستنيك. يلا بينا يا حماصه. يلا يا ماما، بس تيا بس حبايب قلبي، يلا بسرعه، قال لي نفسه اللي انا الاقي العربيه بتاعتي يعمل لايك للفيديو ده ويشترك في القناه. يلا اصحابي بسرعه عشان نوصل الفيديو ده اكبر عدد من الاطفال، بحبته قوي، واللي عارف مين برضه اللي سلقها ينزل تحت في التومنتات يقول على اسمه ويحتلف عليها عشان نفسه ده انا وامي وننفخه. حبايب قلبي يلا اعملوا لايك عشان نوصل الفيديو ده اكبر عدد من الاطفال. حبايبي بحبكم كتير قوي. كده يا ماما اهو. برضه فين؟ يس يا زمازة، عملت ايه يا قلبي؟ عمال ارن على امي من ساعتها شامبو ومش بيتجمع، يا اما بيتكلسن في وشي، شكلها كده الخطه بتاعتنا مش هتنجح. طب ما ترن على ابوك يا زمازة وتاكد منه، اكيد اكيد عنده علم بالموضوع يعني. تصدق يالا فكره برضه؟ دي هرن عليه. بابا اهو. الو ايوه بابا، انت فين؟ انا في البيت. في البيت؟ امال فين ماما وحماصه؟ راحت هي وحماصه يدوروا على العربيه بتاعت اخوك، اصلها اتسرقت منه وهو راجع من المدرسه. ايوه بابا، ما انا عارف انها اتسرقت. ايوه انا عارف، هما فين بقى؟ بجد يالا؟ طب وانت عرفت منين اصلا؟
اصل يا بابا في حد رن عليا على تليفوني مش عارف جاب رقم منين وقال لي ان هو سرق العربيه بتاع اخوك وقال له اخويا حماصه يعني وطلب مني فديه كبيره قوي والمبلغ كبير قوي يا بابا. فلوس؟ دول طالبين كام يالا؟ كتير قوي يا بابا وبلاش اقول لك عشان ما تصدمش بس انا مش عايزك تقلق انت مربي راجل انا حددت مكانه يا بابا على اللوكيشن وبخبرتي على النت عرفت هو فين بالظبط واروح يا بابا انا واصحابي نجيب العربيه ما تقلقش. طب حلو قوي بس اصبر بقى وما تعملش اي حاجه الا لما نشوف عمك متولي هيعمل ايه اصله خد امك واخوك حماصه وداهم باين عليه الراجل كبير قوي بيفهم في الحاجات بالسرقه وكده يعني وبيرجع الحاجات المسروقه نشوف هيعمل ايه وبعدين يبقى اكلمك وما تروحش لوحدك عشان ما تاذيش نفسك ممكن يكون ناس خطر يا محمد. نعم راحوا لمين؟ طب يا لهوي النار اسود. طب بقول لك يا بابا ماشي شوف هم هيعملوا ايه ولا عملوا ايه ويبقى كلمني وعرفني اول باول والنبي يا بابا ماشي؟ سلام. خلاص ماشي يا محمد يلا سلام. يا زمازه بشرني ايه الدنيا يا اخويا؟ مصيبه يا شامبو مصيبه متولي الفراز بتاع المدرسه واد ضمي وحماصه لحد كبير في المنطقه وبيقول ان هو بيرجع المسروقات وهيرجع لهم العربيه. يا نهار اسود يا زمازه يبقى هيجيبنا يعني احنا كده اتقفشنا شكلنا يا شامبو ربنا يستر. بصوا يا جماعه عشان ما اتحطش عليكم العربيه دي مفيش حد من الرجاله بتاعتي سرقها ولا وصلت عندنا. طب معلش بس يا سيدي المعلمين اصل انا فهمي على قدي انت عرفت منين اللي رجالتك ما سرقوهاش واحنا لسه في النهار والرجاله ما اتجمعتش؟ بتولى يا حبيبي احنا في تطور احنا في القرن 21 انا عامل جروب اي حاجه الرجاله بتسرقها بتنزلها فيها وبشوفها وبتعدى عليا ودي والله العربيه دي ما عدت عليها النهارده متولي وانت بتقول مسرقه من الصبح يعني لو كده كانت عدت عليا. طب وايه الحل طيب يا معلم يا سيدي المعلمين؟ والله متولي يا اخويا الحل عند ربنا انت عارف الحاجه دي لو عندي انا مش هاخر عليك انت اخويا. سهله يا معلمه سهله. انتوا كده هتعملوا ايه؟ معرفش انا عايز العربيه. بجد والله انا كنت حاسس من الاول ان الراجل ده ملوش اي لازمه وكلام الواد محمد طلع صح. اقفلي بقى يا حاجه وان شاء الله هترجع. سلام سلام. الو ايوه يا محمد. هي يا بابا هي ماما عملت ايه؟ المعلم اللي راحوا له يا محمد طلع ملوش اي لازمه ولا عارف يرجع لهم فانت شوف انت هتعمل ايه ورجعها وخلي بالك من نفسك ولو رجعت العربية بتاع اخوك يا محمد ليك عندي مفاجأة هتعجبك قوي. بجد يا بابا مفاجأة ايدي والنبي؟ اللي انت هتطلبه يا محمد يعني لو عوزت نجمة من السماء اكيد مش هجيبها لك اجيبها ازاي بس ان شاء الله المفاجأة اللي هعملها لك ولا اللي هجيبها لك هتبقى قيمة وهتعجبك يا محمد. انا مش عايز كتير يا بابا انت هتجيب لي بس الاسكوتر اللي انا عايزه لو رجعت لك العربية. اللي انت عايزه يا محمد ده انت لو عوزت عربية زيها هجيبها لك. لا يا بابا انا مش عايز عربيه انا بتاعت حماصه انا عايز الكوتر اللي انا بقول لك عليه وباذن الله هروح دلوقتي اجمع اصحابي يا بابا عشان ما اروحش لوحدي وهروح نهجم على الناس الحراميه ده يا بابا واجيب لك العربيه بس انت اللي تجيب لي السكوتر. خلاص ماشي يا محمد وانا دلوقتي في انتظارك وان شاء الله السكوتر يبقى عندك النهارده لو رجعت العربيه بتاع اخوك. عشت يا بابا سلام سلام. ولا شامبو خلاص اتحلت والسكوتر جاي في الطريق. ايه ده؟ شامبو وراح فين ده الله يخرب بيته لازم يجري بالعربيه دلوقتي ولا شامبو؟ يا شامبو الله يخرب بيت شامبو واسنين شامبو قلت له ما يروحش بعيد بالعربيه هيكسرها انت يا زفت. انا كده في الامان وبعدت عنه خالص مش هو يروح يودي العربيه واخويا ياخدها وابوي يروح يجيب له سكوتر وانا اطلع بالمولد بلا حمص. لا ده انا شامبو محدش يقدر يضحك عليا وانت بقيتي بتاعتي من دلوقتي. ها
الو، ايوه يا محمد، عملت ايه يالا؟ رحت في المكان اللي مسروق فيه العربيه بتاعت اخوك وجبتها ولا لسه؟ ايوه طبعا يا بابا، احنا ماشيين في الطريق اهوت. انا لميت اصحابي كلهم وماشيين على اللوكيشن. سلام بقى دلوقتي يا بابا، عشان انا بكلمك واللوكيشن مفتوح على تليفوني انا. سلام يا بابا عشان ما انتوش في النبي. سلام. الله يخرب بيتك يا شامبو، انت رحت فين؟ انا ما صدقت ما الخطه نجحت. ولا يا شامبو يا سيفتي، انت رحت فين؟ على مهلك يا زمازة، وخلي بالك عشان لو ما خدتش ما حصلناش حاجة. خلاص حاضر ماشي. جميل يا بابا اشتريهالي. خلاص ماشي يا حبيبي من عينيا. بصي بقى، عالدغري وعالسكة وعالدوران عالدوخان عالحوالي. يا عم البتاع دي اخرها كام؟ والله عم الحاج السيارة اللي قلت لك ده مش هينفع ينزل منه جنيه، واصلا مش بتاعتي دي، بتاع واحد صاحبي. ابوه كان جايبها لاخوه الصغير واتزنقوا في فلوس وقال لي بيعها. انا ما اقدرش اعمل اي حاجه ومش هينزل منها جنيه. طب خلاص، هي 4000 جنيه حلوه يا عم. يعني هي اضعف على 1000 جنيه؟ ماشي بقى، وهات ال 5000 ومشي الدنيا. خلاص يا عم، مبروك على الواد، والله ما ازعله. ولا مروان، مبروك عليك العربيه، العب بيها براحتك، وانت تعالى عد فلوسك. اوعى بابا، شكرا. جاي لك يا باشا. ماما الحاج سلعة، العربية بتاعتي نادى ايه اللي الواد نادى اللي تبها؟ فين يالا فين؟ نادى يا ماما مع الواد اللي هناك ده، عمال يلعب بيها ويجلي بيها، ويا ماما هيكسرها يخلب بيته. تصدق يالا؟ طب مستني يا حماصة، يلا بسرعة نروح نجيبها منه. يلا يا ماما، دليلتك صوت، انا هموتك.